عجب بأني ما كانش فرق بين حمد الله ولا زياش ولا حكيمي ولا أي واحد، أي مغربي ولا بنون ولا أي واحد. أنا بالنسبة لي جاي ما كنشوف شنو كان قبل. أي مغربي اللي عنده الباسبور خضر يقدر يجي. بالنسبة لي بحال كتبقى في الطيران وكتبقى في المستوى ديالو، حتى شي واحد عنده بلوس دافونتاج كي آخر. بغينا لي ميور جوار، انا كمدرب باغي لي ميور جوار. علاش؟ مع لي ميور جوار تقدر تربح. دونك اما حكيم اما حمد الله اما بانون اما حسوني اما اللي بغيتي في المغرب، اما واحد في كندا ولا في استراليا اللي عنده باسبور خضر ولا في مستوى ولا يقدر يحتمل اضافه ولا فاهم جوستومون من المغرب كبير عليه وباغي يجي يعاون، مرحبا. اول حاجه اي بلاد ولا اي كلوب باغي يرباح وباغي يكون عنده لادي ان ديال الرباح، وباني ماشي حتى انا غنجي حتى هادو اللي قبل كانوا باغيين يربحوا الماتشات. حنا غنديروا لو ماكسيموم باش نحطوا هاد لادي ان الدراري ديالنا باش ان شاء الله نديروا لي تيتر في لو فيتور. بحال كتبنا هادشي دوك بشويه بشويه. انا دابا عاد جيت ندخل بعدا في الراس ديالهم اللي امبيسيو اللي بغينا نديرو شي حاجه اللي كبيره بحال ما غاديش تجي على غدا. كتبنا هادشي وغنخدموا مع الصاف مع كل نهار مع الجامعه وكل شيء باش ندخلوا الدراري اللي ديجا حنا اوني دون لي ميور زيكيب دافريك وبغينا نكونوا في لي ميور زيكيب في العالم. وهادشي كتبنا وكتخدم تو لي جور اما في المنتخب اما في لي كلوب. مي سي اون كيسيون دو مونتاليتي اللي بشويه بشويه غندخلوها في راسهم. باني عندهم تا هما باغيين يدوها مره الى مونكي دو شونس لا ديرنيير كوب دافريك. مي باني ديك ليتا ديسبي عندي وما عندهم لي لو بو مع شكون اللي هضرت ايزون انفي دو ماركي ليستواغ في المغرب. بالحق لا فولوغ بيان ترافايي لا فولوغ ات باسيون باش ان شاء الله نوصلوا في هادشي.